في خبر آخر فيما يخص تعليم حفر الباطن، يمكن الجميع شاهد في اليومين الماضية كان هناك مقطع فيديو متداول بشكل كبير جدا لطفلة ولطالبة اسمها أنوار العنزية. الطالبة تعرضت لرفض من مدرستها، وكان في مقطع فيديو مؤثر تم تداوله بشكل واسع والتعليق حوله لم يقف، والجدل أيضا. تعليم حفر الباطن نزل تعميم اليوم أو بيان يوضح فيه الموضوع أو القضية كاملة، والآن معي على الهاتف الأستاذ إبراهيم السليمان المتحدث الرسمي لتعليم حفر الباطن، ونشوف تفاصيل القضية كاملة. مع أستاذ إبراهيم، حياك الله معنا في أهلا. الله يحييك ويبقيك، ورحب بالسادة المشاهدين ورحب بك أخوي فرح. أهلا بك، شكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج، وليت تحطنا في الصورة وتعطينا تفاصيل الموضوع أو القضية، إيش اللي صار فيها من أول؟ القضية باختصار أخوي فرح أنه الطلاب اللي مقيمين أو القبائل النازحة اللي موضوع إقامتهم في استكمال بعض الإجراءات الروتينية من الجوازات والأحوال، صدر توجيه للوزارة تحديدا الإدارة بعدم قبول الطلاب حتى يكمل مسوغات، بمعنى أن الطلاب اللي مكمل مسوغاتهم سواء مقيمين أو قبائل نازحة مقبولين. الإشكالية فقط كانت على بعض الطلاب الذين لم يكملوا المسوغات فيما يخص اللي هو موضوع جنسية والقبائل الوافدة. إيه، وش المسوغات الناقصة؟ أحيانا يكون عندهم بعض المسوغات فيما يخص موضوع الجنسية، لأنه تعرف موضوع القبائل النازحة. إيه. في بعض الإشكاليات اللي تخص موضوع منح جنسيتهم وإثبات تجديد البطاقة الخاصة بهم. كذلك بعض المقيمين والزوار اللي يكون ما جدد بطاقة الزيارة أو شيء. فهي إجراء تنظيمي من وزارة الداخلية لترتيب بعض الأمور فيما يخص إثبات الهويات للزملاء. طيب. أنا إذا ودي بس تعطيني دقيقة بس بوضح إشكالية. اتفضل. فيما يخص هذا. اتفضل. أولاً أنا يهمني يعرف الأستاذ المشاهدين يعرف أخوي فرح أن إدارة التعليم أو الوزارة بشكل عام هي ما هي بجهة تشريعية، هي جهة تنفيذية لما يصدر من وزارة الداخلية في هذا الموضوع. هذا أمر. الأمر الثاني أننا أبلغنا المدارس، والمدارس أبلغت أولياء الأمور من 9/6 العام الماضي انه ترى في نهايه العام الحالي اللي هو العام الماضي يعني في نهايته سيتم منع قبول الطلاب الذين لم يكملوا اوراقهم. فاشعرت المدارس واشعر اولياء الامور ممن لديهم اشكاليه بهذا الموضوع. طيب الموضوع خلنا واضحين جدا استاذ ابراهيم اذا تسمح لي. الان انوار العنزي هل ابلغ ولي امرها مسبقا انه لا تخلي بنتك تجي المدرسه لانه كذا كذا ولا لا؟ لان الموقف اللي صار لها داخل المدرسه تربويا لا يليق ابدا. فيما يخص موضوع انوار تحديدا انا اجزم انه كل منسوبي تعليم حفر باطن اوجاعهم والمهم المقطع مثل ما الم الجميع. وانوار بنتنا هل ابلغت ام ما ابلغت؟ نعم ابلغت بحكم انه صدر تعميم من عندنا للمدارس. الإشكالية نعم أبلغت، يعني فعلا أنتم إدارة المدرسة قالت لكم أنه أنا بلغت ولي أمرها من قبل ما تجي هي للمدرسة وتتعرض لهذا الموقف؟ عشان أكون معك صريح أننا بلغنا المدارس فيما يخص الجميع، ما هي بس قضية أنوار. في قضية أنوار تحديدا هل أبلغت المدرسة أنوار أم لا؟ هذا يحتاج نتحقق منه عشان أكون معك صريح. طيب يا ليت تتحققوا وتشوفوا كيف تم طريقة التعامل، لأنه منظر البنت بصراحة يعني لما كانت لابسة لبس المدرسة وتروح المدرسة وترفض، يعني الطريقة كلها تربويا ونفسيا ما كانت جيدة. نقطة أخرى إذا تسمح لي أستاذ إبراهيم، الآن اللي عندهم نقص في مسوغات قبولهم مثل ما ذكرت عفوا، وش الآلية وش الطريقة علشان ينقبلون؟ إن سمحت لي بس أنا أعلننا قبل يمكن ساعة أو ساعتين عبر حسابنا انه ورد توجيه من مقام الوزاره بقبولهم هذا العام تحديدا. جميل. استثناء. وهذا عظيم، حتى اللي ما كملوا بياناتهم. حتى اللي ما كملوا بياناتهم من باب انه اعطاهم فرصه ثانيه لتصحيح بعض الاوضاع التي لديهم. سيكون لنهايه العام وسيصدر تعميم توضيحي من الوزاره حول هذا الموضوع تحديدا. فيما يخص تصحيح اوضاعهم وقبول الطلاب. لكن مبدئيا احنا وجهنا كإدارة كل قادة وقائدات المدارس بقبول الطلاب الذين يريدون حتى لو لديهم نواقص لهذا العام استثناء، بناء على توجيه مقام الوزارة ومتابعة سمو محافظ حفر الباطن. يعني الوزارة متى اعطتكم التوجيه؟
اليوم وردنا التوجيه اليوم. طبعا هي عشان أكون بالصورة، ايه؟ الموضوع ترى مكاتبات من العام الماضي بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم حول الموضوع، بين القبول بوزارة التعليم والوافدين بوزارة. بس ليش الوزارة ما أعطتكم مثلا هذا الاستثناء إلا بعد ما انتشرت هذه الحادثة؟ يعني كان يفترض أنه من وقت مبكر حتى يضمنوا الطلاب تعليمهم على الأقل. لا، هو تزامن بس أستاذ الرحل، هو تزامن، ولا الموضوع وارد أصلا، يعني مرفوع من نهاية العام الماضي، وكان في مكاتبات مثل ما قلت لك، ايه؟ لكنه تزامن بداية العام الدراسي مع التوجيه من الوزارة، من وزارة الداخلية إلى وزارة التعليم ومن ثم إلى الإدارات. أنا بس ودي أعلق على آخر نقطة لموضوع مقطع البنت المؤلم. ايه؟ حنا كإدارة نثق أول شيء بقاداتنا وقائداتنا، ونثق أن عندهم الحس التربوي والتعليمي، ويستحيل أن يبدر منهم ما يسيء للعملية التربوية، فهم حملة رسالة في النهاية. لكن قد يصدر تصرف فردي، وإن سمحت لي أنا أعد باسمي وباسم إدارة التعليم أنه سيتم التحقق في حال جميل ورود أي إساءة للطفلة أو طالبة بهذا الشكل المهين، سيتم التحقق ومحاسبة كل شخص قام بهذا العمل. بيض الله وجهك، هذه الزبدة. ويزعج ولا يرضي أحد أبدا، لكنه بالعدل والإنصاف يقتضي أن نتحقق أولا ونتأكد من صحة الموضوع فقط. أبد، هذه الزبدة وهذا العشم فيكم، وإذا تسمح لنا فيها هل نتابع معكم الموضوع، لأنه بحق إذا كان في أي إساءة للطالبة أنه يعني يعاقب من أساء إليها. وإذا كان ولي أمر الطالبة بلغ من وقت مبكر جدا أنه ترى في إشكالية في قبول ابنتك وكذا، هنا ممكن يعفى يعني جانب المدرسة. إحنا مهمتنا هنا في البرنامج أنه نكون على مسافة واحدة من الجميع ونطرح كل الموضوعات، بس حقيقة أنه أوجعنا هذا المقطع وما نتمنى أنه يصير أو يتكرر. أوجع الجميع أخي مفرح، لكنه حتى انا اقول لك حتى نكون منصفين، يفترض ان نتحقق. يعني انت بالنهايه سمعت من طرف، واحنا كاداره يفترض ان نسمع ايضا من المدرسه وجهه نظرهم. قد يكون الموضوع خطا، قد يكون فيه لبس، قد يكون فيه شيء. الامانه والموضوعيه فقط. جميل، واحنا ننتظر يعني نتائج تساؤلكم، وانا كل شكر لاريحيتك ولتجاوبك مع دعوه البرنامج. شكرا جزيلا لك. بالعكس اخوي فرح، شكرا شكرا، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك. يعني هذا رد المتحدث الرسمي لتعليم حفر الباطن. على السريع ثلاث نقاط. الاولى انه اداره التعليم ستتحقق اذا ما كان في اي اساءه مباشره لانوار، وسيحل هذا الموضوع ويعاقب من اساء ويعتذر لهذه الطفله. الامر الثاني انه اتمنى من وزاره التعليم أن تتعامل مع موضوع حيوي جدا مثل موضوع القبول وما القبول والتعليم وغيره بدقة أكثر. يعني اليوم قرار الاستثناء اللي نزل بقبول كل أبناء القبائل النازحة سواء الذين استكملوا بياناتهم أو لم يستكملوا، هذا قرار جميل ورائع وعظيم ويدعم الموضوع تماما. لكن ليش ننتظر دائما أنه تصير حادثة مثل هذه وتأخذ كل هذه المساحة من الجدل والألم والكلام ومنظر الطفل اللي شفناه عشان يتخذ قرار مثل هذا؟ كان يفترض أنه الاستعداد هذا يكون من بداية العام الدراسي. النقطة الثالثة والأخيرة أنه سنتابع معكم هذا الموضوع فيها هلا، وأتمنى أنه قدرنا نوضح يعني جزء مهم من الصورة، بالإضافة إلى أنه حاولنا نتواصل مع الطفلة أنوار أو مع أهلها، لكن كان الوصول معقد إلى حد ما، وإذا ما تمكننا من الوصول فإن شاء الله ستعرض وجهة نظرهم كاملة وتفاصيل هذه الحادثة. فاصل أخير معي في هذه الحلقة، وبعده نستقبل قضيتنا التالية.